كيليان مبابي في الجين دي جاغيري 10 فان دي بومن اخرى مرعوبه بشكل جميل في الجهه اليسرى نونو مينت في الخمس مباريات السابقه المتتاليه وهذا يؤكد علو كعب نادي باريس سان جيرمان عندما يلعب امام نادي تونس ست انتصارات متتاليه في الدوري امام نادي تونس اخيرا اللقاء الجهه اليسرى ناحيه لعبة ديارا ديارا يتقدم دين عمل كبير بالنسبه للطائرين نونو مينتش فيتين يتصل الكره حكيمي يدخل فابيان رويس يدخل فابيان فيها بعد ذلك اول ركنيه لنادي باريس سان جيرمان سيتقدم ليونيل ميسي مدى خطورتها لريناتو سانشيز باك دي برانس هنا التسديده هو بعد ذلك ميسي بخارج القدم ممتازه اشرف حكيمي العرضيه التحضير لفابيان رويس والكرة على مرمى الحارس دوبي تمريرة ممتازة بخارج القدم رايع مقام بها اللاعب البرتغالي فيتينيا راوغ بخارج القدم مرر كورة لفابيان رويس هيكيتيكي راوغ هيكيتيكي ما يقوم به تونس في الجولات الماضية هناك صافرة وخطأ بطاقة صفراء لدانيلو عملي باتشيابو هو من التنفيذ هنا الكرة تسدد الهدف الأول فان دي بومين الهولندي افتتح باب التسجيل لفائدة نادي تونس من ضربة حرة مباشرة بأقدام هولندية فان دي بومين يفاجئ السوبر دون روما في الزاوية هنا التمريرة من أشرف كيتيكي مينديش العرضية والدون زالت عند فريق باريس سان جيرمان المراوغة ممكن شايبي العرضية ميسي يبحث عن الفجوة التسديد من كارلوس سولير لكن سيرة ضعيفة هذه التسديدة جيرمان فابيان يمرر وبعد ذلك كيتيكي هنا ميسي راوغ ميسي مرر إكيتيكي لكن نيكولايسن وفي راية مرفوعة وضربه الأول راوغ الثاني يرفع كورة لكن موضع لي شوف ثلاث لاعبين على ليونيل التسديدة ليونيل وحكيمي ليونيل ميسي تبقي على نهاية هذا الشوط رفعت الكورة الرأسية والثاني جول 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 زكريا بوخ ترفع دي الكرة بالراس والقائم والقائم ماركينيوس كان قريب من تسجيل هدف التعادل في القائم الأول ماركينيوس وبعد المتابعة من دانيلو بيريرا سنتابع الإعادة ارتقاء ممتاز من المدافع البرازيلي ماركينيوس في الزاوية البعيدة على مستوى القائم الثاني ماركي قدم أشرف يتقدم يسدد جول 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 عالمي كبير عالمي أشرف يا حكيمي الطائرة الأيمن المغربي يسار أسد الأطلس يسار هنا في باك دي برانس يا سلام عليك يا أشرف يا لروعة الهدف يا أشرف يا حكيمي يسجل هدف التعادل ميسي انطلق ميسي راوغ كرة بعد ذلك فيتينيا استعجل فيها دانيلو بيريرا في تدخل واضح في حق اللاعب دانيلو بيريرا يكون سبب ونحن نتابع هذه الكرة لفائدة كما ترى يا حكيمي فيها صافرة وفيها ضربة حرة نعم حكيمي ليس بظهير حكيمي لاعب وسط ميدان هجومي هكذا يبدو لي في المباراة حكيمي ليس ظهيرا بل لاعب الأول هنا العرضية وهنا الفرصة ممكن في بعض الأحيان ميسي ملعوب الوانتو هنا اللي كان معروف عليه نادي باريس سان جيرمان زكريا قدم ممتازة لأشرف حكيمي بعيدة أشرف حكيمي لكن روعة تمريرة من ميسي روعة تمريرة حريرية مليمترية تأتي من الساحر ليون أشرف مراوغة ممتازة تسديدة جول عالمي يا أسطورة يا محبوب الملايين هكذا السحر هكذا الجمال هكذا الأناقة هكذا لمس
الثلاثة الكبار عبقري وفنان من إمضاء ليونيل ميسي. العشق كل العشق لأهداف ميسي، الحب كل الحب لأهداف ميسي. هكذا الانطلاقة وهكذا البداية وهكذا ميسي. ميسي يرفع الرأسية، ماذا سيفعل؟ يرفع كرة بالرأس. دقائق الأخيرة كما فعل رانس، هنا تسديدة فارس الشعيبي. فارس الشعيبي كرة لم تدا بعيدا، يمينية قوية جانب مرمى دوناروما. حكيمي يرفع الكرة، ممتازة في القائمة. يمرر، هي 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 فيتينيا. فيتينيا، فيتينيا لم يستفيد من الهدية. فيتينيا لا تقدم. ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. مرة عالية. استمتعوا وشاهدوا. وسط الكرة الجاية لليسرى، الحكيم يعطي إشارة. فان دي بومين يسدد. المباريات وهكذا ممكن الضغط يكون أكثر، وسيما كذلك أنه في مباراة مفصلية في كأس فرنسا أمام نادي مارسيليا يوم الأربعاء القادم. صحيح في انتصار الآن.